بسم الله الرحمن الرحيم. معالي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الاستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، سعاده الاستاذ محمد اتربي رئيس مجلس اداره اتحاد المصارف العربيه، الدكتور وسام فتوح الامين العام لاتحاد المصارف العربيه، معالي الدكتور ابو مجيد بن عبد الله البنيان رئيس جمعيه نايف العربيه للعلوم الامنيه والمملكه العربيه السعوديه، معالي الدكتور محمد كمان امين عام مجلس وزراء الداخليه العرب، سعاده الدكتور حاتم علي مدير مكتب الامم المتحده للمعالي المخدرات والجريمه لدول مجلس التعاون الخليجي. الحضور الكريم، اود ان ارحب بكم جميعا في هذه الفعاليه الهامه، مغتنما الفرصه لتوجيه الشكر لكافه الجهات التي تعاونت مع الوحده في تنظيم هذا الملتقى. السادات والساده الحضور، إن استضافة مصر لهذا الملتقى تأتي استجابة للتطور المستمر للآليات المتبعة لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من شأنها تهديد سلامة واستقرار النظام المالي للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها، حيث يقدر مكتب الأمم المتحدة لمعالجة المخدرات والجريمة حجم المتحصلات الإجرامية التي يتم غسلها عالميا في العالم العام الواحد بنحو 2 تريليون دولار. وهو ما يمثل أكثر من 10 أضعاف حجم المساعدات الإنمائية المتوقعة على مستوى العالم وفقا للإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي خلال عام 2020. وتدرك مصر أن مواجهة مثل تلك الجرائم ليست بالأمر اليسير، ولم يتطلب التصدي لها التعاون المكثف وبذل الجهد الدؤوب على المستوى الوطني والإقليمي. السيدات والسادة الحضور، مع تطور الجريمة تصبح غير محدودة بحدود أو حدود جغرافية، ومع تعقيد الوسائل التي تتبعها المجرمون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، باتت عملية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم. لذلك تحرص جمهورية مصر العربية بشكل مستمر على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الجرائم بما يواكب المستجدات في المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية في تطبيق تلك المعايير. وسيتم إلقاء الضوء على أبرز الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في هذا الشأن. فقد نصت المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الفات على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف تحديد وفهم مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذلك تبادل المعلومات والخبرات فيما بينهم مما يسهم بشكل كبير في مواجهة الجرائم المالية. وفي ضوء ذلك قامت جمهورية مصر العربية بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة في عملية المكافحة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتم تعيين مسؤول التزام بالمؤسسات المالية وأصحاب المهن غير المالية للتواصل معه مباشرة من قبل الجهات الوطنية المعنية. إلى جانب ذلك، أكدت المعايير الدولية على ضرورة وجود فهم واضح وموحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى مؤسسات الدول المختلفة. وفي هذا الصدد قامت مصر من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرحلتيها الأولى والثانية، وإجراء التقييم الوطني لمخاطر الوقوف على أكثر القطاعات استغلالا للقيام بتلك الجرائم ومصادر تمويلها والوسائل المستخدمة في تنفيذها. ويتم مشاركة نتائج التقييم الوطني المخاطر وتعميمها ذلك أن عدم وجود مستوى جيد من فهم المخاطر يؤدي إلى إهدار الموارد للقطاعات مرتفعة المخاطر، من ثم يتم ترك ثغرات تمكن المجرمين من النفاذ للقطاعات الأكثر ضعفا لتنفيذ عملياتها. السادات والسادة الحضور، لقد أثر التطور الهائل الذي شهده العالم في السنوات القليلة الماضية في مجال تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير على شتى المجالات، وبين أثار هذا التطور ابتكار العملات الافتراضية التي تهدف إلى تمكين مستخدميها من سداد التزاماتهم الإلكترونية ونقل الأموال إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى وسيط يتولى عمليات تحويل الأموال، ودون أن تخضع هذه التحويلات لرقابة أي، مع صعوبة توقف العمليات، مما قد يساهم في استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يستلزم جهودا كبيرة للتعامل مع تلك الظاهرة.
وبناء على إقامة جمهورية مصر العربية بوضع إطار تشريعي لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية بعد إجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن، ذلك أنه بموجب التشريعات المصرية يحظر إصدار عملات العملات المشفرة والاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وفي هذا الصدد أؤكد وأود التأكيد على ضرورة أن تتضمن نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التدابير الوقائية لتتعين على المؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والتي تمثل خط الدفاع الأول ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تنفيذها وتشتمل تلك التدابير على إجراء التخييم الذاتي للمخاطر ووضع السياسات الداخلية المكافحة وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بما يشمل الإجراءات الكافية للتعرف على المستفيد الحقيقي. ذلك أن معرفة المستفيد الحقيقي والتحقق منه من الأمور المهمة التي تركز عليها مجموعة العمل المالي، حيث يلجأ العديد من المجرمين إلى إخفاء هويتهم واستخدام أشخاص آخرين شرعيين كوجهة لعملهم، سواء على مستوى التعاملات الفردية أو التجارية، ويؤدي عدم التعرف على المستفيدين الحقيقيين من المجرمين إلى استمرار أعمالهم الإجرامية وغسل متحصلاتهم. وعلى صعيد آخر، أشارت المعاهد الدولية إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات صلة بالإرهاب وتمويله وتمويل إنشاء التسلح، وركزت على ضرورة قيام كل شخص طبيعي واعتباري بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير مع تحديد الجزاءات في حالة عدم التطبيق. وفي ضوء دور مصر في نظام الأمم المتحدة واستجابة المعاهد الدولية في هذا الشأن، قامت مصر بوضع آليات لازمة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وتشمل تلك الآليات الإجراءات المتعلقة بتجميد الأموال والوصول الخاصة بالأسماء المدرجة على قوائم جزاءات مجلس الأمن وإجراءات رفع التجميد وكيفية رفع الأسماء من القوائم والوسائل التي يمكن من خلالها تقديم طلب الحصول على نفقات أساسية واستثنائية من الأموال والوصول المجمدة. كما تم إجراء تعديل تشريعي لتحديد الجزاءات الموقعة على كل من يخالف التزامات الواردة بالآليات المشرعة. السادات والسادة الحضور، لا يفوتني في إطار الحديث عن المعايير الدولية وجود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن أشير إلى أهمية الدور الذي تلعبه وحدات الحالات المالية، حيث تقوم بتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المالية المشبوهة التي تلقاها من جميع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية، فتجري تلك الوحدات تحليل تشغيلي يستخدم المعلومات المتاحة بهدف الوصول لنشاط إجرامي واكتشاف الشبكات الإجرامية، كما تجري تحليل استراتيجي لتحديد الأنماط التي تتم اتباعها لارتكاب تلك الجرائم. وهو ما تقوم به وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية إلى جانب مجموعة أخرى من الأدوار، حيث تتعدى جهود وحدات التحريات المالية المصرية باعتبارها درعا يحمي النظم المالية والمصرفية المصرية ويسهم في استقرار الاقتصاد المصري، كون ذلك عنصر هاما في دفع عجلة التنمية للأمام. السادة الحضور الكرام، لقد كان لكافة الجهود التي تم بذلها في مجال في مكافحة غسل الأموال أثر بالغ في حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، حيث أشاد التقرير التفصيلي لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية بالجهود المبذولة من جانب الجهات الوطنية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء التسلح، سواء من حيث الالتزام الفني بتوصيات مجموعة المعالي العمل المالي أو فعالية النظم المطبقة لمكافحة تلك الجرائم. قد أشار التقرير لتقييم المتبادل لجمهورية مصر العربية والمؤرخ مايو 2021 لأن أولاد مصر فهم جيد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعرض لها، كما تبنت مصر استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وتمويله للتميز بالمرونة وفق المستجدات الدولية والمحلية التي تطرح على تلك الظاهرة. كذلك أشاد التقرير بتعاون جمهورية مصر العربية مع دول أخرى ووصفه بالتعاون الفعال مع مختلف دول العالم. إلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى تبني مصر آليات فعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات صلة بالإرهاب وتمويله وتمويل إنشاء التسلح، كما أكد على تمتع الوحدة المصرية بقدرة كبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. ومن الجدير بالذكر قيام الوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجهود كبار خلال عملية التقييم في جانب كونية وحدة التحريات المالية المصرية، وقد كانت الوحدة هي الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم. وفي الختام، أود التأكيد على أنه من دواعي سهولي أن أكون بينكم اليوم، وهذا مكافأة الحضور للمشاركة الفعالة بهذا المنطقة، مما سينعكس على تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصدي فعالة الجرائم. والسلام عليكم.